شنو رايك الجسر خلال شهرين انفتح هسه يحتاج للصيانه؟ والله دمار هذا، الجسر دمار، دمرونه قبل فتره من انفتح. يعني وين لاقي لك جسر؟ ها لازقينه بعلش عبالك، لو اميري. هسه صاير النبي صيانه، هي هاي المشكله. هسه اذا اصعد علي قبل اوقع ذاهيك. اي والله السياره توقع قبل. يعني تجي لك تريلا تصعد عليه توقع الجسر. صح لو غلطان؟ يعني المواد اللي استخدموها مو زينه؟ والله اميري، صدق اميري. وين لاقي هيك صيانه؟ صيانه هي تعبانه. غير العالم تباوع وتشوف هذا ابو الصيانه شو سوى اصلا؟ كل شيء ما سوى، خلى اميري. الجسر مو زين؟ الجسر مو شيء اصلا. والله. هسه عدنا جسوره خير من الله، روح شوف صار لها سنين. شو ما وقع بس هذا راح تدمر؟ يعني هاي الجسوره العالم تصعد تريلات. هو شهرين من افتتحوها. هو صار له شهرين، هسه النوبه الطسه الكبرى مسوينها. هسه عمل شيلوا الطسه وكملوا بعدين. هسه باقي لنا اياه. انت هسه قلت لي المجسر صار له سنتين. شهرين. 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 شهرين، يعني اذا بشهرين تمت صيانته، هو بعد جديد وما افتتح. اذا بسنتين شنو راح يصير به؟